النيوز أخبارها كلها عندنا. البورصة بتساهم وبتشجع المشروعات المتناهية الصغيرة والصغيرة. طبعاً أنتوا أهو خدتوا العلم في التسويق، في الآخر لما تخلصي أو تبتدي حاجة هنسوقها لك، هنساعدك في التسويق، زائد التمويل. التمويل بالنسبة للستات بالذات في بنك مصر عامل قرض مسطورة للسيدات بس. فممكن ياخدوا قروض من بنك مصر من جميع البنوك، بس هم يتصلوا بينا. أي واحدة عايزة تمويل أو عايزة أي معلومة أو عايزة تعمل سجل تجاري، هنساعدها إنها تمتلك مشروع بسجل تجاري رسمي 100%. والغرفة بتشجع على كده، وجربوا هتلاقوا مننا كل مساعدة وكل متابعة لأعمالكم إن شاء الله. فبكرر شكري لدكتور مصطفى ودكتور سمير، الحقيقة من أول ما عرفتهم وأنا عزموني. بالنسبة للقروض بس،